أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وهل أتاك حديث موسى، يحدث الله تعالى من بهذا الحديث؟ رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كذب بها المكذبون. لو لم يكن رسولا كيف يخاطبه ربه ويقول هل جاءك كذا وكذا؟ والله إنه لرسول الله. وهل أتاك حديث موسى، وهل تفيد بمعنى وقد أتاك التحقيق. والمراد من موسى موسى بني إسرائيل، موسى بن عمران أحد أنبياء ورسل بني إسرائيل. وقوله إذ رأى، من هنا بدأ الحديث عن موسى، الوقت الذي رأى نارا، شاهد نارا فيما ظهر له وفي الحقيقة أنه نور إلهي ألقاه الله على شجرة بثواء. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا اذكروا ما علمتم، بأن موسى عليه السلام لما هرب من الديار المصرية بالقتل الذي تم وحكموا بإعدامه واتجه شرقا وقاده الله عز وجل إلى أرض مدين، وتزوج إحدى ابنتي مدين شعيب عليه السلام وأقام عنده 10 سنين يرعى غنمه ويعيش معه، ومن ثم تاقت نفسه إلى زيارة والدته فطلب من صهره شهيب أن يأذن له في السفر إلى مصر ليزور والدته ويعيش معها أياما. فحمل زوجته وأولاده وقد ولد له ولد وقد يكون معهم خادم، لأن قوله تعالى لأهله الأهل الزوجة والولد ومن معهم. لما آنان قال لهم كثوا، لأنه كان في ليلة مظلمة وباردة
وما عنده ما يوقد به النار. فقال لأني امكثوا هنا إني آنست أي أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس، والقبس العود في رأسه نار، ومن ثم يشعلون الحطب ويستدفون أو يطبخون ويأكلون. نعم، فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار من يدلني على الطريق ويرشدني، لأنهم ظلوا في متاهات في الليل، أو يرشده إلى نار أو أصحابها. هذه كلمة موسى لأهله في صدق، قال لأهله امكثونا إني آنست نارا أبصرتها أذهب إليها لعلي آتيكم بقبس نشعل به نارا نستدفي بها أو نجد عندها من يدلنا على الطريق ويرشدنا، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قال تعالى فلما أتاها أي أتى تلك النار التي رأها، وما هي بنار، نور الله على شجرة العناب. فلما أتاها نودي يا موسى، من ناداه ربه يا موسى إني أنا ربك. من يقوى على أن يقول هذه الكلمة سوى الله؟ إني أنا ربك أي خالقك ورازقك ومدبر أمرك وحافظك وكالئك وإلي مصيري، أنا ربك. إذن فاخلعنا عليك، والنعلان معروفان في الأرجل، ولا نقول إنهما من بقرة ميتة أو من جيفة حمار وكذا، كل هذه تخبطات. لماذا؟ لأنه قال علل، قال إنك بالوادي المقدس ما تدخل بنهالك، وعند نحن البقيع مقدس، ما يجوز لإنسان يمشي بنهال في البقيع، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يستطيع أحد تحت السماء أن يدخل الكعبة بنعليه؟ والله ما كان. وهذه المساجد المقدسة وخاصة الحرمين ينبغي أن نمشي فيهما بدون نعال، أرض مقدسة بمعنى طاهرة مطهرة، والقدس الطهر. فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، ويقرأ طوى وطوى بمعنى واحد، الوادي اسمه طوى، ولعله ضيق فسمي طوى من الطي الذي هو التضييق، واد ضيق اسمه طوى ويقرأ طوى أيضا بالضم والكسر. إنك يا موسى بالوادي المقدس، هذه علة نعلك، خلعك نعليك. وهذا مالك رحمه الله كان ما يركب على دابة في المدينة أبدا، يعز عليه ذلك، كيف يركب على حمار يمشي برجليه في المدينة. فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم قال له تعالى وأنا اخترتك من دون الناس من بين البشر. اختاره من؟ الله جل جلاله، لينبئه ويرسله رسولا. بهذه الكلمة أصبح موسى رسول الله ونبيه. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. من الآن كلما يوحى إليك شيء احفظه واعمل به واعلمه وعلمه، فإنك عبد الله ورسوله، فاستمع لما يوحى. ما الذي يوحى؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا تقرير التوحيد وإلا لا؟
هذه الصورة المكية، لا إله إلا الله، لا يوجد في الكون إله حق يستحق أن يعبد إلى الله. ابعث في الشرق والغرب وقلب الدنيا وقلب السماء، والله لن تجد من يستحق أن يعبد من الكائنات إلا الله. لماذا؟ لأنهم مخلوقون مربوبون فقراء، يموتون يحيون يعذبون يكرمون، والفاعل ذلك هو الله، إذن هو المعبود بحق، كيف يعبد غيره؟ فلاحظتم كيف تقرر الصورة المكية التوحيد والنبوة والبعث الآخر. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. دخل في العبادة الحق، وإن كان عبد مع شعيب عليه السلام. فاعبدني، ما معنى اعبدني؟ بالعامية أطيعني فيما أمرك وأنهاك، ولكن فوق ذلك اعبدني خاضعا ذليلا لي بين يدي، هاهبا وخائفا مني. فاعبدني بفعل ما أمرك بفعلي وبترك ما أنهاك عنه، مع الخوف والرهبة والرغبة والرجاء فيه. هذا أولا. ثانيا، وأقيم الصلاة لذكري. ولعل موسى كان يصلي مع شعيب، فهو على علم بالصلاة، أمر الله أن يقيمها، وإقام الصلاة أداؤها على الوجه المطلوب، إقام الصلاة أداؤها على الوجه المطلوب، حيث تؤدى في الأوقات التي أرادها الله أن تؤدى فيها، وعلى الكيفية التي بينها الله لعباده. فمن قدم أخر وزاد ونقص ما أقام الصلاة، أفسدها وأبطلها. وأقم الصلاة لماذا؟ للتعليل، قال لذكري. فسبحان الله، معنى الآية ظاهر، أقم الصلاة إن أردت أن تذكرني، ساعة ما تريد ذكري أقم الصلاة تذكرني بها. الذي دخل في الصلاة يذكر الله وإلا لا؟ كيف لا يذكر؟ هو في ذكر الله. أقم الصلاة من أجل أن تذكرني وتتكلم معي وتحدثني. وفهم مالك استنباطا أن من نسي صلاة أو نام عنها ثم ذكرها فليصليها متى ذكرها، مستشهدا بقول الله تعالى وأقيم الصلاة لذكري. وهذا استنباط خالف فيه أهل التفسير. أما الآية موسى يقول رب أقيم الصلاة لتذكرني، ومن ثم من أراد أن يذكر الله ويتحدث معه يتوضأ ويستقبل بيته ويدخل في الصلاة، هو مع الله. وأقيم الصلاة لذكري. ثم قال تعالى إن الساعة آتية، وهذا تقرير للبعث الجزاء، فالآيات فيها إثبات النبوة والتوحيد والبعث الجزاء. إن الساعة التي تنتهي في هذه الحياة وتأتي الحياة الثانية، هذه الساعة آتية جائية لا محالة، وقد عرفنا هذا نحن والحمد لله. ما عرفنا سر هذه الحياة ما هو؟ لماذا؟ للعمل. والثانية لما يوجدها الله؟ للجزاء. إذن فلا بد من اتيانها لنتلقى الجزاء على أعمالنا، خيرا كانت أو شرا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. هنا اضطرب أهل التفسير اضطرابات كثيرة، منهم من قال أكاد زائدة فقط هنا، والأصل إن الساعة آتية أخفيها.
والصحيح أكاد أخفيها لعلة وهي لتجزى كل نفس بما تسعى. والصواب أكاد أخفيها من نفسي فضلا عن غيري. يسألونك عن الساعة قلنا ما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان موساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هذه الآية من سورة العاف المكية. يسألونك عن الساعة أيان موساها فإن تقف هذه السفينة في أي ميناء يعني في أي وقت. ماذا قال تعالى؟ علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو واعلموا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فهنا أكاد أخفيها حتى من نفسي فكيف أطلع عليها غيري؟ فوالله ما أطلع عليها ملك من ملائك المقربين ولا من ملائك غير المقرب ولا نبي ولا رسول أبدا. أخفاها لحكمة عظيمة وهي أن تستمر الحياة والعمل إلى الساعة المعينة. لو أظهر الله تعالى الساعة لعبنا الناس كلهم وطاعوه، حينئذ ما في حاجة إلى أن يخلق الدنيا، يخلق ملائكة يعبدونه. لكن أراد أن يبتلي ويختبر وهو الحكيم العليم، فأوجد هذه الدار أو هذه الحياة وبدأها وتنتهي وننتقل منها إلى الدار الآخرة لنتلقى الجزاء على عملنا. والآية ظاهرة في الدلالة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي كذا يقول ابن جرير، فكيف بغيري؟ إذا أخفى عن نفسه يظهر لغيره مستحيل. أكاد أخفيها من نفسي. لماذا هذا الإخفاء؟ لتجزى كل نفس بما تسعى فيه وتعمل ليلا نهارا. نحن ساعون وإلا لا؟ السعي العمل. فاسعوا إلى ذكر الله للصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله للصلاة. هذه الآية كأقيم الصلاة لذكري. فاسعوا إلى أين؟ إلى ذكر الله، أي للصلاة يوم الجمعة. لتجزى كل نفس أبيض وحمر وصفراء عرب عجم بما تسعى به في هذه الدنيا. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، أي لا يصرفك عن الإيمان بقيام الساعة والجزاء في الدار الآخرة، لا يصرفك عنه الملاحدة والمكذبون والبلاشرة والذين لا يؤمنون بالدار الآخرة. احذر يا رسول أن يصدوك عنها، إذ كانوا يصدونه ويحاولون صده. وإلى الآن ما زال العلمانيون والملاحدة والبلاشرة يصرفون الناس عن الإيمان بالدار الآخرة ويبذلون جهدهم حتى لا يبقى من يقول أنا أؤمن بأن يوما سأجزى فيه على عملي في الدنيا. فهذه تقرر البعث الآخر وتحذر الرسول أن يصدوه عنها. من هم؟ من لا يؤمنون بها. أما الذين يؤمنون بالآخرة كاليهود والنصارى ما يصرفون عن الإيمان بيوم القيامة، وإن كان إيمانهم ضعيف وفاسد وما هو بصحيح، تبهتم؟ لكن يؤمنون بأصل البعث في الدار الآخرة. لكن البلاشفة والعلمانيون لا يؤمنون. أو ما فهمتم؟ صاحب يهودي نصراني ما ألحد ما يشككه في الدار الآخرة، هو يؤمن بها. لكن المشركون والشيوعيون لا يؤمنون بالبعث الآخر والدار الآخرة كما كان العرب في الجاهلية. فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى والعياذ بالله فتهلك. يا رسولنا احذر أن يصدك عن الإيمان بيوم القيامة من لا يؤمن به
فتتبع هواه فتردى وتهلك. واتبع هواه فتردى، من الذي اتبع هواه؟ من لا يؤمن بيوم القيامة. فالذي صرفهم عن الإيمان بيوم القيامة والجزاء والله ما هو إلا الشهوة والهوى. وقد قررنا هذا، الذي يؤمن إيمانا يقيني بأنه سيجزى على كسبه في الدنيا هذا مستعد لأن يطيع الله ورسوله، مستعد لأن يتخلى عن كل ذميم ومكروه وقبيح، مستعد لأن يفعل كل خير. ولكن الذي لا يؤمن بالدار الآخرة بالمرة كيف يستجيب؟ لما يطيع؟ لما يعبد؟ لما يصوم؟ لما يقوم الليل؟ لماذا يتجنب شهواته وهي تدفعه ويأتيها؟ فلهذا تقرر بيننا أن أركان الإيمان القوة التوحيد والنبوة والبعث الآخر. إذا ضعف إيمان العبد في واحد من هذه ميت، لا يعول عليه، لا يرجى منه خير. وهذه الآيات قررت هذه الحقيقة كما سمعتم. مرة ثانية اسمعوها: وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى والعياذ بالله. ما معنى تردى؟ فهلك فردى وتردى هلك. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد، ففي نهاية الآية السابعة كان قوله تعالى: فالله لا إله إلا هو. ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد، ففي نهاية الآية السابعة أو الثامنة، ففي نهاية الآية السابقة التي درسناها بالأمس كان قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، كان هذا تقريرا للتوحيد وإثباتا له كذلك. وفي الآية التاسعة يقرره تعالى عن طريق الإخبار عن موسى، وأن أول ما أوحاه إليه من كلامه كان إخباره بأنه لا إله إلا هو أي لا معبود غيره، وأمره بعبادته. فقال تعالى: وهل أتاك أي يا نبينا حديث موسى إذ رأى نارا وكان في ليلة مظلمة شاتية يعني في الشتاء وزنده الذي معه لم يقدح له نارا. آلة يستعملها الزند معروف، ما أقدح له النار. فقال لأهله أي زوجته ومن معها وقد ضلوا طريقهم لظلمة الليل: امكثوا أي ابقوا هنا فقد آنست نارا أي أبصرتها لعلي آتيكم منها بقبس فنوقد به نارا تصطلون بها أي تستدفئون بها ثم أجد على النار هدى أو أجد على النار هدى أي أجد حولها ما يهدينا طريقنا الذي ضللناه. وقوله تعالى: فلما أتاها أي أتى النار ووصل إليها وكانت شجرة تتلألأ نورا. نودي يا موسى أي ناداه ربه تعالى قائلا: يا موسى
إني أنا ربك أي خالقك ورازقك ومدبر أمرك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وذلك من أجلي أن يتبرك بملامسة الوادي المقدس بقدميه، وذلك من أجل أن يتبرك لتحصل له بركة بملامسة الوادي المقدس بيديه بقدمينا. وقوله تعالى وأنا اخترتك أي لحمل رسالتي إلى من أرسلك إليهم فاستمع لما يوحى إليك، وهو أنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي أنا الله المعبود بحق ولا معبود بحق غيري، وعليه فاعبدني وحدي، وأقم الصلاة لذكري أي لأجل أن تذكرني فيها وبسببها. فلذا من لم يصلي لم يذكر الله تعالى، وكان بذلك كافرا لربه تعالى. مرة ثانية وعليه، فلذا من لم يصلي لم يذكر الله تعالى. أو ممكن يذكره؟ رأيت من لا يصلي عاكف يذكر الله؟ مستحيل. فلذا من لم يصلي لم يذكر الله تعالى، وكان بذلك كافرا لربه جاحدا له غير معترف به. وقوله إن الساعة آتية أي إن الساعة التي يقوم فيها الناس أحيان من قبورهم للحساب والجزاء آتية لا محالة. من أجل ماذا؟ من أجل مجازات العباد على أعمالهم وسعيهم طوال أعمارهم من خير وشر. وقوله تعالى أكاد أخفيها أي أبالغ في إخفائها حتى أكاد أخفيها عن نفسي، وذلك لحكمة أن يعمل الناس ما يعملون وهم لا يدرون متى يموتون ولا متى يبعثون، فتكون أعمالهم بإراداتهم لا إكراه عليهم فيها، فيكون الجزاء على أعمالهم عادلا. وقوله تعالى لعل هذه الجملة ما فهمتموها، لاحظوا يقول تعالى وذلك لحكمة أن يعمل الناس ما يعملون وهم لا يدرون متى يموتون ولا متى يبعثون، فتكون أعمالهم بإرادتهم الحرة لا إكراه عليهم فيها، فيكون الجزاء على أعمالهم عادلا ما في ظلم. هذا سر إخفاء الموت عنا والدار الآخرة. وقوله تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فتردى، يعني ينهى تعالى موسى أن يقبل ينهى الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الآية قابلة للاثنين، لأن المشركين في مكة ما كانوا يصدونه ويكذبون. ينهى تعالى موسى أن يقبل صد صاد من المنكرين للبعث متبعي الهوى عن الإيمان بالبعث والجزاء والتزود بالأعمال الصالحة لذلك اليوم العظيم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فإن من لا يؤمن بها ولا يتزود لها يردى أن يهلك والعياذ بالله، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أولا تقرير النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله إنه لنبي كيف لا يكون وهو يقول قد أتاك، هل أتاك حديث موسى؟ نعم. ثانيا تقرير التوحيد وإثباته، وأن الدعوة إلى لا إله إلا الله دعوة كافة الرسل، كل الرسل كانوا يدعون إلى التوحيد لا إله إلا الله. نعم. ثالثا إثبات صفة الكلام لله تعالى، إثبات صفة الكلام لله تعالى، فالله كلم موسى عرفتم، واشتاق إلى رؤيته لما كلمه
وعجز عن ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم كلمه في الملكوت الأعلى ليلة الإسراء والمعراج، لكن كلام الله ليس ككلام المخلوقات، شتان بين ذاتنا وذوات الناس، فلن يكون كلامه ككلام الخلق، كلامه يليق بجلاله وكماله. نعم. رابعا، مشروعية التبرك بما جعله الله تعالى مباركا. فكل ما فيه بركة يتبرك به المؤمن ولا حرج إذا ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والتبرك التماس البركة حسب بيان الرسول وتعليمه. التبرك التماس البركة حيث بيّن الرسول ذلك. خامسا، وجوب إقام الصلاة وبيان علة ذلك وهو ذكر الله تعالى. سادسا، بيان الحكمة في إخفاء الساعة مع وجوب إتيانها وحتميته. ما الحكمة في إخفاء يوم القيامة؟ من أجل أن يواصل الناس العمل ثم يجزون به في ذلك اليوم،